الضعيف وهذه النفس فداء للدين، فداء للوطن، ونصرة للمظلومين والمستضعفين. مشيت في هذا الطريق، صدر علي حكم بالإبعاد أو السجن أو الإعدام، فأنا ماض في طريقي في نصرة هذا الدين وفي نصرة المظلومين والوقوف مع المظلومين والمستضعفين. معكم يا علماء، معكم معكم يا علماء، معكم معكم يا علماء، معكم معكم يا علماء. هذه الأحكام لن تغير من مواقفنا. إن كنت هنا في بلدي ووطني البحرين فأنا جند مخلص للدين وللوطن وللمستضعفين، وإن أجبرت على أن أترك بلدي ووطني قهرا وقسرا فأكون مخلصا وجنديا مخلصا لديني وللمستضعفين ولوطني، ولن أتنازل عن هذا المبدأ. هذا مبدئي إخواني. لي رجاء إلى هنا. أنا أشكركم جميعاً، أنا مراضي بهذا الصف. هذا سلامي لكم جميعاً، وأنا معكم إن شاء الله على الخط. أسألكم الدعاء، يمشون الأخوة علشان لا يتعطلوا. رحم الله والديكم.